ليك حط عنوان حبيبك حط عنوان لا إذن متابع ست حليمة كيفك رح نشوف ست حليمة يعطيك العافية. أول شيء بدي أحكي عن الموازنة. أكيد أنتوا ضد هاي الموازنة. طبعاً بس نحن الفرق بيننا وبين كتير كتال أنه لما نقول ضد وغير دستورية وما فيها مهل وما فيها رؤية سياسية ولما منقول ما في أي طرح اقتصادي اجتماعي يحمي الناس بهيد الأزمة نحن منصوت ضده. أنا لنشوف ليتحملوا مسؤولياتهم كلهم أنه لما بينتقدوها يصوتوا ضده ويلاقوا الدغري البديل وما فين يتنصلوا من مسؤولياتهم كلهم بالحكم. أحزاب السلطة معلي ما فيها تيجي تقول هي أنا ما خصني هلا في نفاق قصدك تقول فيه طبعاً يعني في يعني سريالي دايماً المشهد بيجي نتطلع شو عم يحكوا لكن مين المسؤول؟ طب الانهيار في مسؤولية هيدا الموازنة في مسؤولية الحكومة في مسؤولية مين جايبها الحكومة؟ مين عطاها السأل هالحكومة؟ انه ما مقبول يعني بقى تضل تعملوا خطابات شعبوية كل واحد عم يحكي مع جمهوره انتبه كل واحد عم بقول لجمهوره مش انا التاني واي متى بتحكوا مع كل الناس وتحترموا عقل الناس هيدي واضحة دايما يعني في كمان سؤال متعلق بحضرتك بمسألة دار الفتوى المفروض هذا اللي كل يوم عم يعني بعد حد عم ينحكى فيها على تويتر وعم تبرري وتقولي هلا عم تقولي لحظة مش تبرير انا لما تعمل خطأ بتعمل تبرير انا مش عاملة خطأ شو بتقولي الناس عم تسأل كيف بترضي تجي على بقانون طائفة على مقعد سنة وما بتروح عند درس لا مش 100% لا لا السؤال أول شيء هل نحن وضعنا هيدا القانون الطائفة؟ هل نحن لما نحط كل هيدا القوانين مش كنا بالشارع وهي ضدها؟ شفت كيف؟ وبالبرلمان مش دايما عم نجي ضد هيدا الطائفة؟ طيب شو قلنا؟ شو عنا وسيلة لنفوت لجوا لنغير ونأثر على القليل نحاول نأثر بهيدا القوانين ونقطي بقوانين غير طائفية؟ أول شيء بالنهج وتاني شيء بالقوانين بس بسألوكي ليش ترشحتي طالما انه القانون كله هيك ناطرة تفوتي لجوا طبعا لك ناطرة لك شو عملنا ليه الثورة قررت تروح تترشح وتفوت وهي كل الثورة وكل الشارع مع فصل الدين عن الدولة قالوا لنفوت ونغير من جوا هيدي القوانين اول شيء والنهج الطائفي ومش مسموح بقى يقول واحد انا مش طائفية انا ضد الطائفية وبروح انا على اساس سني او على اساس شيعي او اساس مسيحي عند البطرك او سني عند المفتي او شيعي عند ما بعرف مين حتى او درزي نروح نتجمع على اساس طائفي نتجمع على اساس مشروع لكل اللبناني واللبنانيات انا بفهم كل الناس اللي هي ضد ولكن انا صادقه مع حالي ومع مشروعي كثير حطوا لك صور مثلا مع محمد رعد انه بتروحي بتقعدي مع حزب الله بس ما بتقعدي مع سمحت المفتي ما انا ما فهمت المقاربه لما رحنا اول شيء نحن التكتل في من كل الطوائف رحنا على كل الكتل وقبل ما نروح عملنا مؤتمر صحفي حطينا شو هي هيدي المقاربه قلنا شو الوراء نشرنا ليه رايحين نحكي اي رئيس نريد او رئيسه وقلنا كمان شو هو المشروع وقلنا نشرناها شوف الشفافيه رجعنا رحنا مع الكل دون تمييز مش على اساس طائفي رحنا مش على سنه وشيعي رحنا على اساس مشروع وطني وواجهناهم كلهم بعقر دارهم وقلنا لهم نحن شو المشروع اللي بدنا اياه ما خاصه بالمقارنه يعني عم بتقارن انت بطيخ عم بتقارنه بكوسه ما بتزبط وفقا للتصنيف انه انتم اكيد كتله التغيير ما بتحكي بالطائفي بس فيها خمسه نواب سنه كلهم مش حيروحوا على كلهم بس انا بعتقد اعتقادي مش رايحين خمسه بعتقد طيب كمان احنا كيف تغيير شو يعني ما كيف بدنا نسمي حالنا تغيير ونفس النهج الطائفي بده يدل شو هيدا الاستفافات في ضد استفافات 8 و14 ضد الاستفافات حتى على اساس طائفي لما وجهوا لك الدعوه بدار الفتوى شو قلتي لهم ما بدي اروح انا قلت لهم شكرا على الدعوه ولكن انا جاي من شارع دعا لفصل الدين عن الدولة وهو اجت الدعوة للم الشمل النواب السنة طيب هيدا اجا اجا اذا بدك بعنوان طائفي بعنوان سنة طائفي وليس عنوان مشروع انا بفضل احترامي وقلت واعلن احترامي لكل الاديان لكل المواقع الدينيه وهيدا بدي اقول لك شيء الحريه عذرا على التعبير البعض كفرك عذرا على التعبير كفروني من زمان من خلال الحمله مشايخ يعني الجوامع كفرتنا طيب. نحن لانه دعينا لفصل الدين عن الدوله وخلطوا خلط فظيع ما بين العلمنه وبين التكفير العلمنه اللي نحن اخترناها
تحفظ بالعكس حرية العقيدة وبتحميها. نحن أكتر ناس دفعنا عن النساء المحجبات وعن التمييز اللي عم يتعرضوا له، وأي امرأة على وأي رجل على أنه بسبب عقيدته بده يتم للتمييز بدنا ندافع والدولة لازم تدافع. حرية العقيدة موجودة بالدستور. يعني أنا إذا سألتك هلأ، إذا سألتك إذا حضرتك إنسان. إذا سألتك حضرتك بتصلي أو بتصومي بتقولي لي ما خصك ولا بتقولي لي الحقيقة؟ بدي لك شيء، حرية المعتقد هيدا خصوصي لألي بالبيت، وقلت لهم محيطي كله بيعرف، بيعرف أنا وين وأنا مين، بيعرف بتصلي وبتصوم. طيب بس في شيء ما ضروري أقوله هيدا، لأنه تعرف إذا أنا والله عم صلي وبصوم وأنا عم بيجي بعمل تشريعات ضدك وضد المودعين وضد الناس، هل بيأدي؟ هل أنا دوري كمشرعة هل بيرتبط انا شو بآمن بالبيت؟ سمحت المفتي شي مره حكيتي معه على التليفون؟ اللي حكاني مش هو على التليفون، حكاني شي مره يعني بشكل عام تعرفتي عليه ما بتعرفي شخصيا؟ ولا مره حكاني. طيب اذا دقوا لك من دار الفتوى وقالوا لك تفضلي يا دكتوره حابب سمحت المفتي يقعد مع حضرتك وتحكوا امور عامه امور كذا، بتروحي ولا بتقولي لا ما بدي اروح لانه هلا حيهاجموني العلمانيين او اللادينيين او شيء؟ احنا قلنا مثل ما قلنا، قالوا لنا مرة ليه انتو ما رحتوا ببعض اللقاءات السياسية مع أفراد؟ قلت لهم أنا إذا بدي أحكي مع أي حزب من السلطة بدي أحكي مع الكل وعلى شيء واضح وشفاف مع الناس. وأنا قلت مبارح أنا مني بصدد مقاطعة لأي، مش بس للمفتي، لأي موقع ديني، أنا بصدد بس نختار ليه رايحين. إذا أقولك بتروحي خلينا نفكر بوين أي متى وليه وشو هو الهدف، هناك نقاش بين رئيس الطائفة وبين نائبي عن الطائفة. ساعتها بحكي فيها، نحكي فيها وبخبرك حسب شو الموضوع. شكرا كثير لك ست حليمة كعكور، يعني حاولنا نستفسر سبب عدم مشاركتها ب يعني اللقاء نواب السنة اللي داعي له دار الفتوى يوم 24 الشهر. أعطيت وجهة نظرها وردت. كنا معكم ربيع شنطف وعلي شقير، إلى اللقاء.